بتعمله؟ شو عم تعمل عندي؟ شو انت عندك؟ لا قوم روح على شغلك. قوم روح انت، خسارة الدنيا نهار. قوم روح. لا بس ما بدك تشتغل اليوم يعني؟ لا بس وانت مو بس انا غليظ. انا غليظ قولي علي. انا مسطل. يلا خليك نايم، انا رح اروح اتيسر. يلا انا جلس نومتك جلس نومتك. شلون يعني نايم برات البيت؟ لك هلا شو جاب سيرة اختك؟ بعدين شو ما بدها تقول تقول. هلا بس تجي مروة اعطيها هذا المبلغ والا ما قلع عن النصيب. لك اخي بس فهمني شو اللي صار لحتى جايبني من وش الضوء وعم بتقلي قلع مروة هيك؟ صار هي مبدأ يا شاكي. ولي بتعرف شو، خلينا بشغلنا وتركنا من غيرة مرتك وشكك. لذلك هيك أريح، مع أنه البنت كويسة. طب شلون شكيت؟ عرفت شي؟ بعدين نحكي بعدين. معناته في شي؟ لك أخي كنت أقول خلاص بعدين. سلام سلام.